مشاهدي قناة الزيتون، تحية طيبة أينما كنتم، أهلا بكم في حدث خاص لهذه الليلة. كما عودناكم نعود بالتحليل والنقاش حول آخر المستجدات سواء على الساحة الوطنية، في علاقة أيضا بالتطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية. يحضر معنا هذه الليلة العميد هشام المدب، مختص في الاستراتيجيات الأمنية. مرحبا بك سيد العميد. مرحبا. شكرا مرحبا على تلبية الدعوة. مرحبا. كما ذكرت في البداية سيد العميد، نحكي على آخر تطورات على الساحة الوطنية في علاقة بتطورات ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية، وخاصة في ظل المخاض العسير التي تمر به ربما النزاعات النزاعات السياسية والاقتصادية اللي يروها اليوم. إلى أين تتجه البوصلة في العالم برأيك، طبعا من وجهة نظر جيوسياسية وجيواقتصادية تحديدا؟ ان شاء الله معناها الخلافات هذه خلافات بسيطه، معناها احنا اليوم قاعدين نعطيو في دروس لبرشا بلدان معناها باش يحذوا حظنا. تبقى كما تعرف معناها نبداو بالمستوى الدولي ونتعداو الاقليمي، خاطر الزوز هذوما ياثروا علينا في علاقه بتونس. المستوى الدولي فما موضوع معناها باش ياثر علينا على المدى المنظور، المدى القصير او المدى المتوسط. فما موضوع مش قاعد يتناول في معناها يتداول في وسائل الاعلام. علاش؟ لانه مالكي وسائل الاعلام معناها ربما ما يحكيوش فيه، ما يحبوش يحكيو فيه خاطر يمسهم، ربما نحكيو على تعتيم اعلامي في مش تعتيم، لكن الموضوع ربما يقلقهم شويه. اليوم معناها جزء مهم من الثروات في العالم في دين معناها اليهود، وهذا ما يقلقش في الغرب بصفه خاصه، وبصفه اخص في الولايات المتحده الامريكيه 5 على 10 من معناها الاثرياء الكبار في الولايات المتحده الامريكيه هما يهود. وقت اللي نعرفوا احنا معناها التعداد الولايات المتحده الامريكيه يناهز ال 400 مليون واليهود بركه 6 ملايين موجودين في الولايات المتحده الامريكيه، بحيث هذا بدا يقلق في الامريكان. كيف كيف 27 من بين 50 الاكثر ثراء في الولايات المتحده الامريكيه هما يهود. انا نشوف العدد يمشي ويزيد. كيف تشوف استاد راتس يهز 60,000، تصور 60,000 هذوكم اليهود معناها يكسبوا 18 بليون، مش مليون، بليون، بليون، معناها 1000 مليون دولار، 1000 مليار دولار، عفوا، بليار دولار، معناها 18 بليار دولار. 60,000 نعاود من ال 60,000 الامريكان يكسبوا 18 بليار دولار، ارقام قياسية. اي 160 مليون امريكان يكسبوا 0.3 بليار دولار. فهمت كيفاش؟ حيث 160 مليون امريكاني يكسبوا 0.3 بليار دولار، و 60,000 فقط معناها يهود امريكان يكسبوا 18 بليار دولار. هذا بدا يقلق، بدا يعمل في برشا قلق، باش يعمل مشاكل كبيره لليهود مثل ما صار لهم في اوروبا. ما تنساش قرون الوسطى اليهود عانوا برشا في اوروبا، عانوا معناها الامرين كانوا ممنوعين من عديد المهن، معناها اللي عملوا فيهم هتلر معناها اخر نقطه، هذه معناها نقطة ارتفاعية الكاس. اليوم فما مؤشرات تقول اللي اليهود باش يتم معناها استهدافهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدات بعد العمليات الإرهابية بدات تستهدف فيهم. اي هما قارين حساب هذا من بين البلدان اللي هما باش يمشيو لها، خاطر ما عادش ينجموا يرجعوا لأوروبا، ما عادش عندهم ثقة، ما يمشوش لمكان آخر. إحدى الأماكن الرئيسية باش يمشيو لها هي تونس، باش يرجعوا لهنا. وهذا يفكرهم في معناها حينما غادروا أوروبا تحت الضغوطات وتحت معناها التهديدات وتحت الاستهداف نتاعهم، خاصة في اسبانيا حينما غادروا المسلمين، غادروا معهم لأنه تم استهداف معناها اليهود من طرف المسيحيين في أوروبا. حينما غادروا في اتجاه المغرب، غادروا في اتجاه شمال أفريقيا، غادروا بالأساس في اتجاه تونس. ما تنساش عندهم الحجة عندهم هنا معناها في تونس. دونك على المدى القصير والمنظور المتوسط اليهود باش يرجعوا لتونس، باش يجيو معناها الجاليات اللي كانت ربما هي أصيلة شمال أفريقيا أو أصيلة البلدان العربية، باش يلقاو راحتهم برشا في تونس اكثر من بقيه البلدان العربيه، لانه احنا عندنا برشا تسامح في تونس. وبما انه اليهود اللي هم موجودين تو في الولايات المتحده الامريكيه هم شادين معناها الامور الماليه، معناها متحكمين في المؤسسات الماليه الكبرى،
معناها ماذا بيهم هما ما ينساوش بلادهم تونس اللي باش يجيوها نهار اخر هما ولا ولادهم معناها ما يخليهم ما يخليوش بيها ما يخليوش بيها تونس فهمت كيفاش دونك تونس باش يكون لها معناها مستقبل يعني زاهر ان شاء الله يكون عنده تاثير وانعكاس على الوضع في تونس بطبيعه الحال تونس بترجع كما كانت في القرون الماضيه بصراحه اليهود كانوا عاملين مجهودات كبيره وهنا نفرقوا بين اليهود وبين الصهيونيه الصهيونيه نعم. هي سياسه مقيته تم تنفيذها في فلسطين المحتله معناها لازم نعبد تفهم اللي نسبه تاع اليهود اللي هما متبنين الفكر الصهيوني هما عدد قليل وراه مش الصهاينه مش يهود برك معناها فما مسيحيين صهاينه وفما مسلمين صهاينه واحنا عندنا توا اليوم فما مسؤولين سياسيين شادين معناها متحكمين في بلدان في الخليج هما معناها متبنين الفكر الصهيوني معناها اثبتت يعني انها نجاعتها في التسامح سواء على المستوى التسامح والتعايش بين مختلف الاديان وهذا بالضبط يعني بالضبط تعيش في تونس كانوا عاونين برشا الاقتصاد في تونس هنا حتى الاستقلال كانوا موجودين بكثافه معناها ومحمومين برشا وبصراحه معناها خلوا بقعتهم علينا كيف مشاو دونك واحنا قرب ياسر لليهود اليوم معناها نستناو فيهم وقتاش باش يجيو احنا ماذا بينا يقعدوا يعيشوا في سلام في البلاد اللي هما فيها لكن كي باش يجيونا معناها مرحبا بهم ونقول لك حاجه ما يمشيوش لاسرائيل لانه اسرائيل فيها نزاع ويعطيهم الصحه الفلسطينيين معناها ما خلاوش الامور معناها تعدى بسلام فما برشا معناها اغلبيه اليهود ما يحبوش معناها النزاعات المسلحه وبالتالي باش يمشيو الاماكن اللي هي تشهد وضع يعني استقرار وكذا على مستوى الأمن خاصة المغرب منها بالأخص تونس بالأساس دونك هذا عنصر أول لكن فما عنصر ثاني معناها مهوش مفهوم إذا احنا نعرفوه بالجارة الأوروبية الجارة الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة فرنسا النهارين هذوما حين ما مشى الرئيس نتاعنا معناها عمل زيارة وفرح بالرئيس ماكرون وشفته كل الأكولاد وكل العناق اللي صار رغم رغم الإمكانية تاع العدوى الموجودة والتوصيات الصحية العالمية باش الناس ما تقربش لازم نعرفوا اللي الـ 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 الجار الأوروبي قاعد يلعب في لعبة مش واضحة اليوم وانا نكلم فيك صار الاتفاق معناها في الأيامات اللي مشى الرئيس نتاعنا يزور في فرنسا اي تم دعم مجموعة نتاع شركات إسرائيلية ماهيش شركات او المؤسسات اللي هي تدعو للسلم وتدعو للاستقرار وتدعو لإعطاء معناها الفلسطينيين معناها حقوقهم لا تم دعم بصفة خاصة شخصية شدت الجهاز المخابرات الإسرائيلية سيد هذا اسمه تامير برادو شد الجهاز الموساد من 2011 ل 2016 عنده مؤسسة اسمها الاش ام سايبر عمل شركة معناها او عمل مشروع اسمه امبيتيوس هذايا معناها قاعد تدعم فيه الاتحاد الاوروبي الشعب شنو هي معناها الاختصاص نتاعو باش معناها هو يعطيهم رايه في الاتيك في الاتيقة في معناها فيما يتعلق بالتكنولوجيا في مراقبه هو العنوان الكبير يكونوا في التجسس على المواطنين المواطنين الاوروبيين بصفه خاصه ذو ديانه اسلاميه او افريقيه معناها الاتحاد الاوروبي عايد شخصيه معناها شدت من 2011 ل 2016 هو مسؤول على الاغتيالات وعلى الاختطافات يعطيوه 10.5 مليون دولار الغايه ربما من هذا معناها تقولش عليهم يشعلوا في النار ما بين الفلسطينيين والعرب بصفه عامه وما بين المتطرفين اليهود او الصهيونيين لا اي معناها فما معناها فما غرابه وما وقفوش في هذا المجال فقط فما كيف معناها البيت سيستم شركه او مؤسسه اسمها البيت سيستم خذات 11 مليون دولار البيت سيستم هذه مختصه في الليدرون ومختصه في رقابه الحيط في معناها الحائط اللي في فلسطين اللي معناها اللي يقسم ما بين اليهود والفلسطينيين اي معناها الشركه هذه معناها مختصه في اصابه الفلسطينيين اترافير لي درون او الطائرات المسيره بحيث نجي واحنا ندعموها ومن بعدك تجي تقول اني انا صديق للمسلمين وصديق العرب فما تضرب في الحديث فما زوج اي فما معناها فما تصريح نوع هنا وفما تصريح نوع اخر الموضوع موقفش غادي كيف فما مؤسسه اسمها معناها ار جي بي روبوتكس كيف تم تمكينها من معناها من تمويلات اوروبيه هذه زاده كيف مختصه في المجال العسكري
ومختصه في المجال الروبوت تخدم ضد الفلسطينيين. معناها اخر مشروع اللي هما مشوا فيه هو الجامعه العبريه اللي موجوده مستقره في القدس المحتله، الجانب المحتل اللي هي الامم المتحده قالت له هذا راهو تابع الفلسطينيين. الجامعه هذه قاعده تفتخ في تمويلات كيف من الاتحاد الاوروبي. شنو هي المهام نتاعها؟ هذه معناها تعلم في الجنود الاسرائيليين في الجوسه، حيث معناها اربع مشاريع تمول فيهم الاتحاد الاوروبي، تمول فيهم فرنسا، باش تبدا الامور واضحه. كله هذا كله معناها مدفوع من فرنسا، حيث باش تعرفوا احنا فرنسا شكون هذا؟ ما نساوش احنا معناها ايش 60 سنه التالي معناها كنا محتلين، معناها احتلال مش استعمار. استعمار راهو كلمه جايه من كلمه يعمر تعميرا. معناها الفرنسيس ما جاوش حمروا، الفرنسيس جاوا بناو ديار باش يقعدوا فيهم على طول هنا، وكيف تلزوا باش غادروا خلاو ديارهم ومشاو، كان نجموا يهزوهم راه مهزوهم. كان استعمار مقيت كان موجود في تونس، والالاف نتاع التوانسه ماتوا، بحيث انا من بين التوانسه الغاضبين على تصريحات رئيس الجمهوريه ما كروش معناها يقول باش نرجعوا على تصريحات رئيس الجمهوريه اللي خلينا نحكيوا على تطورات الوضع العالمي في علاقه بتونس اساسا، باش نحكيوا ايضا على تطورات ربما جوج عناصر دوما مهمه اللي ذكرناهم. الموضوع الاولاني هو اللي يتعلق باليهود في العالم وخاصه في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. هو مسموح لليهود ومسموح لغير اليهود باش يكسبوا المال ويخدموا على روحهم اذا كان ما سرقوش، معناها باش يخدموا. هما مختصين في المجال نتاع المجوهرات والذهب وحتى التكنولوجيا الحديثه اللي تجيب برشا فلوس، ومسموح لهم باش يكسبوا الفلوس. والاسلام ماهوش ضد الناس اللي تكسب الفلوس، ورجال الاعمال تحب معناها تشجع باش الناس معناها تربح الفلوس وكذلك بطريقه طريقه شريفه. دونك معناها يبدو لي باش يلقاو صعوبات كبيره اليهود مع سلوك الاوروبي. السلوك الاوروبي ما تنساوش في منتصف القرن معناها وبدايه القرن 19 معناها ساهموا في طرد ما بين ظفرين او دزين اليهود باش يمشيوا لفلسطين. معناها وجود اليهود في فلسطين سبب احد الاسباب الرئيسيه هو سوء سلوك وسوء معامله تاع الاوروبيين وتخلصوا منهم. نعم. لازم نعرفوا، لازم اليهود يعرفوا والمسلمين يعرفوا اللي احنا قرب لبعضنا، معناها يهود ومسلمين اكثر من المسيحيين بصراحه، اللي هما قاعدوا شادين الغيظ علينا احنا الزوز. وبالتالي لازم نعرفوا شكون الصديق في حياتنا وشكون اللي اقل صداقه، ما نقولوش عدو ولا خصم، نقول اقل صداقه. ونتمناو من اخواتنا وجيراننا الاوروبيين باش معناها يصفوا معنا يهود بصراحه، فهمتني؟ ولا حتى كي باش يشجعوا طيب. الجانب اللي هو يدعو للسلم ما يدعوش للنزاع في فلسطين المحتله. طيب سيد العميد، واحنا نحكيو ربما على تطورات الصحه العالميه وانعكاسها على تونس، ما نجمش نحكيو زادا على تطورات الصحه العالميه على تونس فقط، على دول الجوار، على يعني على الوضع الاقليمي اساسا، كيفاش تنجم تكون له انعكاسات على الوضع الاقليمي ودول الجوار في تونس؟ والله بالنسبه للوضع الاقليمي تو البلاد الوحيده اللي هي معناها فيها اشكال وقاعد ياثر علينا سلبا تو اليوم منذ عده سنوات هي ليبيا. ليبيا نعم. الوضع والنزاع الموجود في ليبيا قاعد معناها ياثر علينا سلبا، رغم تدخل معناها تركيا في فض النزاع، ونجحت الى حد ما تركيا في فض النزاع وصد معناها المحاوله تاع افتكاك السلطه بالقوه من طرف الجنرال حفتر. بصراحه معناها نقولوا الكلام هذا. واليوم معناها جات تركيا وانتصبت في ليبيا، واليوم بداوا يفرقوا في بداوا اعاده البناء وبداوا يعطيو في المجالات نتاع اعاده البناء. وتونس غايبه، تونس غايبه علاه؟ لانه السراج اللي هو المفروض صديقنا واحنا دعمناه لوقت طويل معناها سياسيا على الاقل، وعمرنا ما قطعنا معاه العلاقات. معناها احد الاصدقاء نتاعو اللي هو رئيس مجلس النواب حينما هاتفوا باش يقول له باش يبارك له اللي هو الامور ولات لاباس والامن استقر في بلاده، قام القيام. اي اليوم شكون باش يعطينا احنا تو الشركات نتاعنا ورجال الاعمال نتاعنا واليد العامله نتاعنا والناس اللي تصدر في المواد الفلاحيه اللي هي زايده على تونس؟ شكون باش يكون الموسيط في ليبيا باش هو يحل لهم معناها الباب؟ هاني اللي هو عنده علاقه ولا الجهه السياسيه اللي عندها علاقه بالسراج اليوم ولا تسكروا لها فمها. معناها نرى اللي الناس اللي شفناهم عملوا برشا افلام في المجلس النواب عليهم هما يتحملوا مسؤوليتها، تو مشيو للجانب الليبي وهما معناها يوجدوا معناها مورد رزق، لانه متنفس نتاعنا ليبيا، متنفس نتاعنا. كيفاش معناها يتم تو الاتفاق في اعاده الاعمار وتركيا تاخذ كل شيء؟ يعني المفروض ما احنا نتواصلوا مع الجانب الليبي مع حكومه السراج بالاساس، مش معناها رجال الاعمال نتاعنا ولاد العامله نتاعنا والمواد اللي احنا مستنسين معناها نصدروا فيها معناها تتواصل. معناها توامينهم الاحزاب اللي هما عاملين سكوندال وعلى مجرد مكالمه بصراحه غلطه، معناها غلطه كبيره برشا غلطه. اللي انا ديما نقول راهو نغزروا حسابات لازم تكون اقتصاديه، شعلينا احنا في الامور الايديولوجيه احنا ما نغزرلهاش، الامور الايديولوجيه كل واحد عنده في قلبه. احنا هناك دور دبلوماسي لتونس يجب ان تلعبه بطبيعه الحال، وثم حتى
حتى اللي باش يتكلم في الامور الدبلوماسيه الرئيس نتاعنا عمل تصريحات سلبيه برشا ومعناها ولقات معناها صداع سيء على الاخر في ليبيا. معناها حتى هو حتى كان يتكلم عشان ياخذوا برايه. معناها شو كيفاش الرئيس معناها ما خلاش وجه مع الجانب معناها الرسمي اللي حكومه سراج. كيف الاحزاب في المجلس النواب بك الفضايح اللي خرجت في معناها العالم اجمع معناها فضيحه الناس تراقص مشهد مؤسف معناها مضحك وهذا يتحملوه الناس اللي صوتوا لهم معناها الناس اللي صوتوا الناس هذوما للنواب معناها في النواب هذوما اللي حقيقة اليوم حرمونا من المتنفس اليوم معناها العالم كامل واقف. تتم لكلامك سيد العميد يمكن القول أن تونس اليوم خسرت دورها في ليبيا وفي تدخلها في الملف الليبي. مش تونس خسرت أحزاب وجهات سياسية خسرت تونس. نعم. يعني مش المشهد السياسي الكل خسر تونس. يعني أنا اليوم عندي جانب سياسي عنده علاقة بالجزائر. يعني صح كيف يجيب لنا مواقف معينة على محسوبة على جهات معينة عنده علاقة بطالية يجيب لنا معناها حاجات أساءت ربما العلاقة بين تونس وليبيا. بطبيعة الحال التصريحات الساعة متاع الرئيس كانت سلبية جدا ما كانتش متوازنة ما كانتش واقعية ما كانتش حقيقية. شفت أنا العديد من الفيديوهات عملوها معناها الأخوين في ليبيا معناها واحد يأسفلها لأنه يعني أنا كي تجي معناها فيديو ضد رئيسنا معناها أنه الرئيس ما حبوش فيه معناها كي تشوف معناها الكم متاع الكلام اللي قالوه له وإحنا في النهاية ما نحبوش. بون إحنا أنا سكتنا الرئيس تاعنا اليوم عايش بيدخل في ليبيا ما عايش عنده مصداقية عند الجانب على الأقل عند السراج والسراج هو اللي في يده المفتاح متاع البناء اليوم معناها عديد المشاريع اللي إحنا كنا المفروض نكونوا موجودين فيها. على كل حال إن شاء الله رئيس مجلس النواب معناها ينفخ العباد هذوما اللي قاعدين معناها يتم تجاوز هذه الخلافات ينفخ الناس اللي هما ما يشوفوش مصالح تونس ويربط السيلة بالجهات اللي هي باش ما تنسناش في المشاريع الاقتصادية وباش معناها يفكروهم اللي احنا اللي زاد الريه نتاع تونس المتنفس تاع تونس هو المتنفس تاع ليبيا عفوا هي ريه تونس باش ما ينسناش في عاوت البناء وعاوت الاعمار. طيب هذا فيما يتعلق بالجانب الاقليمي. بقى فما ملاحظة في فالك تفضل اليوم او الليمات الفارطة فما تم استهداف احدى القواعد اللي هي ولات تحت تصرف سراج وبعانة تركيا قاعدة الوتية تم استهدافها وتم استهداف زوج ثلاثة منصات متاع رادارات من طرف الطائرات هذه موجودة كانش عند الفرنسيين او موجودة على الامارات وموجودة عند مصر تو يبدو معناها اصابع الاتهام مشات توجهت لمصر. معناها يا خوفي الكلام اللي قلته انا في قناة زيتونة زاد معناش قناة زيتونة ولا قناة اخرى تو شهر ونص شهرين التالي قبل رمضان بشوية قلت راهو يدبر لمصر ولتركيا مش يدفعوها مش تتصادم فيما بعضها فيما بينها حتى ينتصر القوة الثالثة في الإقليمين تقعد هي القوة الوحيدة اللي هي فلسطين المحتلة أو إسرائيل. لأنه الولايات المتحدة الأمريكية خلاف ما يعتقد البعض يشوف في مصر صديق وفي تركيا حليف معناها كبير ما يحبش يخسرهم الزوز. شكون اللي عنده مصلحه باش زوج قوى هذوما يتصادم؟ هي اسرائيل بكل صراحه. دونك انا ننبه ولا نلفت نظر الناس هذوما اياكم ومعناها وتيحوا في الفخ نتاع التصادم فيما بينكم. احنا عندنا قوه عسكريه ما شاء الله معناها كبيره بالنسبه لمصر، عندنا قوه معناها كبيره كيف والثانيه في الحلف الاطلسي تركيا، مثلا هذوما معناها خساره للمسلمين وخساره للعرب اذا كانوا مش يتصادموا فيما بينهم. دونك فما مؤشرات نتاع التوتر ان شاء الله ما يوصلش معناها للنزاع مسلح. واضح سيد العميد هذا إقليميا. نمر الآن الحديث ربما على الوضع في تونس وما تشهده تونس في الآونة الأخيرة من تجاذبات خاصة على المستوى السياسي. كيف يمكن قراءة هذا المشهد السياسي في ظل التطورات الأخيرة التي تمر بها البلاد؟ زوج ملاحظة بعجالة قبل التطورات السياسية. ملاحظة الأولانية فما معناها فيديو قاعد يدور في شبكة التواصل الاجتماعي شفته وأنا عنده 5 أيام تقريبا، فما احدى المختصات التونسيات عملت تصريح في سياق الحديث قالت سيدنا محمد مش صلى الله عليه وسلم ماهوش موجود ومش صحيح وكذبه وكذا، حيث قالت حاجات وترت جانب كبير من التوانسه، لكن الاخطر من هذه وترت جانب كبير من غير التوانسه معناها من الجانب معناها من المسلمين خارج العرب. اذا كان التوانسه اغلبهم يتفهموا ويفهموا اللي هي ربما معناها امور مقصوده ويحبوا يوتروا الاوضاع في تونس يغضوا الطرف ويسكتوا، الجانب اللي في الخارج ما يفهموش راهو معناها الامور هذه. اليوم عندنا الجاليه نتاعنا في الخارج وبالاخص معناها المؤسسات الدبلوماسيه نتاعنا اليوم باش تولي مستهدفه من هكذا تصريحات. معناها يجي واحد يعمل تصريح
شو مش يعمل؟ ما أنا اللي هو من عارش أنا في باكستان ولا في أفغانستان كيفاش بشرد عليك الفعل؟ مش يلقى لك مؤسسة نتاعك ما أنا دي مؤسسة بشرد عليها الفعل. دونك أنا لفت نظر النيابة وبصفة خاصة الوكيل العام للجمهورية نشكر برشا اللي ورى شجاعة كبيرة حين موقف القرطاس معناها الموظف الأممي من أجل التجسس ولا. وبصراحة مختلف النيابات في المناطق الكل كانت شجاعة في معناها في المبادرة خاطر خرجت بعض الحركات نتاع معناها استفزاز معناها المشاعر المسلمين هنا في تونس. النيابة معناها كانت حاضرة بصراحة. اليوم المسؤولة دي يزم تفهم اللي راهو مش تخلينا في إشكال في تونس بركة راهو برا معناها شكون عنده انعكاسات ربما على الجالية التونسية في جميع دول العالم. ولادي هذيكم ربي خليونا رائدين معناها باش تخلقوا لنا مشاكل مع البرة. انا ذكرك عام 89 سلمان رشدي معناها عمل معناها كتاب وذكر حاجات اقل سوءا من اللي ذكرته السيده هذيا. تحكم عليه بالاعدام المسلمين في العالم كامل يطردوا فيه قعد 10 سنين ما يخرجش من الدار وكي يخرج معناها كم هائل من العوان اليوم معناها حياته مشات دمرت. يا اخي المراه هذيا واعيه بالشيء اللي عملته ولا مش عارف؟ انا انت تو مختصه داخله في معناها في هذا المجال مش تخلق معناها انت تو تحب تخلق مشكل. اخي انت مطالبه انت باش تحكي في المجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد ولا ايش المشكله ذا؟ شو الحكايه هذه؟ معناها لازم بصراحه لازم القضاء يقف وقفه جديه وتكون عقوبات معناها رادعه حتى ما يتكررش الموضوع هذا. هذا الملاحظه نحكيوا على الوضع في تونس اليوم وعلى المشهد السياسي خصوصا في ظل التطورات الاخيره. كما ترش معناها ملاحظه ثانيه باش نقولها بعجاله، فما موضوع حكيت عليه انا في السابق هو يتعلق هو عنده علاقه معناها الامور الوطنيه في معناها عنده علاقه بالتجسس او مش تجسس معناها التنصت بطريقه غير قانونيه. التنصت هذا حكيت انا فيه في السابق قلت تحل بحث وان شاء الله البحث يمشي عدلي وان شاء الله وزيره العدل ما تتدخلش وتعطل او توجه مسار البحث لانه يعني انا نفهم وزيره العدل تم تعيينها في حكومه الرئيس ربما معناها ما تحب ربما تلم الموضوع. لا موضوع خطير برشا معناها المرجو والمطلوب من السادة القضاة اللي عندهم الملف هذا يندبه الأمر اللي هو ممكن يجب يكون موجود العملية التنصت لشكون الفيت شكون صارت ما أنا الرئيس معناها نبعده معناها الرئيس موش معناها ينجم يعمل منجم يغلط في بعض الأمور لكن هذه معناها موش القلم بتاعه. ما نصورش كان يطلب تجسس على جماعة سياسيين ولا جماعة رجال أعمال موش معناها مشمولة به إيه ما لشكون معناها احنا توا رئاسه شكون فما فيها ديوان لشكون معناها التجسس هذا يصير؟ يا خوفي ليكون الجهه اجنبيه ويا خوفي ليكون الجهه الفرنسيه اللي انا معناها نشوف فيها الاقرب. ان شاء الله العمليه تاع التجسس هذه ما تكونش الجهه الاجنبيه وكان تكون الجهه الاجنبيه تولي ما عادش عدليه فقط تولي معناها قضيه كبيره. معناها بالتالي وانا نتصور وزير الداخليه ما ينجمش يكون موش في باله وراء وزير الداخلية وربما باش يسائل قضائيا خاطر معناه يبدو وأنه كان على علم بالموضوع. إن شاء الله كلام اللي أنا معناه نقول فيه يكون غلط ويكون وزير الداخلية ما في بالهوش وتكون معناها الجهات اللي هي معناها مستفيدة من التجسس على التوانسة ما هيش الجهة الفرنسية لأنه كان يتبين الجهة الفرنسية تكون ديجا الفرنسيين قضوا على روحهم في تونس ما نسكتهمش إذا كان يتبين الموضوع هذا اللي هم وراء التجسس راهم ما نسكتهمش. خاصة وأنه بعد الزيارة بتاع سيد رئيس الجمهورية خرجت معلومات وأنه الفرنسيين طلبوا تعيين شخصية أمنية في رئاسة الجمهورية يبدو هذا اللي خرج إن شاء الله زاد يكون ماهوش صحيح. طلبوا تعيين شخصية معينة اللي هو معناها تو الشهر التالي حاولوا باش يعينوه مدير عام أمن وطني. الشخصية دي هو أمني سابق لكن تو ينشط في الحزب نتاع مهدي جمعة وترشح في الانتخابات 2019 على إحدى الجهات وما تعداش. شخص ذي يحبوا يعينوه هذاك في الرئاسة باش يكون هو معناها حلقة اتصال بين الفرنسيين وبين التوانسة عبر الشخص ذي. وانا نسأل معناها طول رئاسة الجمهورية عندها القلم تاع الدفاع وعندها القلم تاع الخارجية معناها الموضوع تاع الأمن هو مش مولات رئيس الحكومة ورئيس الحكومة هي تنبثق على مجلس النواب ومجلس النواب ينبثق على الانتخابات الناس. وانا ديما نذكر اللي اليوم او في الانتخابات 2019 خرج حزب اول وثاني عندهم توجهات يمينيه الزوج يمينيه نهضه قلب تونس نلقاو معناها ما نلقاو احنا حكومه عندها توجهات مش واضحه يساريه احيانا يخرجون منظرين كما لينين وستالين معناها نستخوف
نعم بصراحة توا رئيس الجمهورية متفاهمين، معناها صوتت لك العباد، أنت عندك قلمات اختصاص معناها تمارسهم. معناها الحكومة بصراحة هي اللي تعين رئيس حكومة، وهي اللي هي اللي معناها تمشي تبقى لرغبة المواطنين. نرجع لك موضوع التجسس أو تنصت عفوا ونخلقه، إن شاء الله الكلام تاعي أنا كله يكون اللي أنا معناها قاعد يوصل يكون غلط. تبقى بالطبع تخرج إن شاء الله المعلومات اللي كنت تحكي فيها سيد العميد، نسوقها بكل احتراس انتظار أن يتم يعني فتح تحقيق في الموضوع، تكون فما رد رسمي في هذا الإطار. المطلوب من سادة القضاة اللي هما معناها يعملوا في خدمة ممتازة المدة الأخيرة، معناها فما نشاط كبير، معناها باش يثبتوا في الأمور هذيا، واللي إذا كان إنسان عنده حق ياخذه. واضح. كنا نحكي نبقى الموضوع السياسي، نرجع للمشهد السياسي والوضع اليوم. رئيس الحكومة عنده ملف قاعد معناها مثقله، ما عادش ينجم يخدم صراحة بدون ما ندخل في الجزئية نتاع الملف. اليوم رئيس الحكومة ما عادش ينجم يلاحظ إلى أي جهة معناها مخلة، أنت بتجيب واحد تلاحظ له وأنت عندك معناها خلفيات وإلا ملف قاعد تكركر فيه، ما عادش نتكلم. فهمتني بصراحة معناها لازم نخمو، زاد نخمو مش نحيو هكاك، لازم نخمو كي باش يمشي على روحه هو، شكون يجي بعد؟ لأنه شكون يجي بعد؟ وهذه كلمة مهمة برشا. نهار اللي تم سماع رئيس الحكومة في مجلس النواب في نفس الوقت، معناها إحدى الأبواق اللي للطيف اللي هو سي بن تيشة خرج في إذاعة جوهرة وقال إحدى الإذاعات وقال لا معناها هو معناها في العلن، معناها قال احنا نشوفوا في حكيم حموده او مصطفى كمال النابلي هذوما الاجدر باش يقودوا المرحله هذه. بون زوز من الناس، زوز مخرجين معناها المنظومه الماليه المتوحشه، انا ما عادش باش كيف يجي واحد من هذوما الزوز باش يكملوا يقضيوا عليها البلاد ولا كيفاش، لانه تونس من اللي شد معناها رئيس الباجي قد سبسي الله يرحمه، معناها المنظومة المالية تبطلت، البنك سنترال ولات ما عادش تابع السلطة، معناها الأمور تبدلت علينا والأمور بدات تصعب علينا. فهمتي معناها فما تيليغيدي معناها من طرف الخارج، ولا السياسة نتاعنا ولات متحكم فيها ديجا هو، حتى التعيينات معناها ولات ناس معناها ماناش احنا معينين، تعيينات مسقطة. فهمتي ولا تعيينات مسقطة. نرجع لك، قلت السيد هذا قال اعطاه زوز أسماء هذوما، وزوز أسماء هذوما كومبارازار ولات جهاتهم هما، معناها احنا مش نخرجوا احنا من منظومة الحكم اللي هي نتاع من جهة الرئيس الأول ولا جهة الرئيس الثاني من الاستقلال توا، كيفاش الكلام هذا؟ هذاك علاش نلفت نظر باش رئيس الحكومة حين ما يمشي، ونشكروه كان معناها باش يمشي تنتهي العهدة نتاعو، يجينا حد معناها يملى العينين ويملى العينين وتختاروا مجلس نواب. علاش اختاروا الرئيس؟ الرئيس أنت عندك كلمات معينة، خلي مجلس نواب اللي هو اللي يختار، فما قوات تتركب تتشكل ومجلس نواب هو اللي يختار. علاش أنت معناها عندك معناها رؤية معناها تميل لليسار اكثر وتحب تفرضها على المواطنين اللي هما صوتوا لليمين، صوتوا الحزب الاول والحزب الثاني لليمين، وهنا لوم على حزب النهضه، لوم كبير على حزب النهضه، ولوم كيف على اقل تونس، كيفاش رضاو؟ كيفاش سكتوا؟ شو معناها؟ شو انا صوت لك انت حزب الاول والثاني يطلع لي انا واحد معناها عنده ناس منظرين معناها ستالين ولينين وكذا، شو الكلام هذا؟ هذا في اطار احترام الدستور طبعا. إيه اسمعني، الدستور هو الدستور، وفما شكون معناها يذكرنا بالباش قايد سبسي لا رحمه، باش قايد سبسي كان راهو رئيس الحزب الفائز وقتها. نعم. هو اختار رئيس الحكومه والامور تعديت، كان رئيس الحزب الفائز. انا اليوم فما امور تبدلت، والتوانسه شافوا ويعرفوا اللي التوجهات اليساريه معناها ما تهزمش لبعيد، معناها مش باش ترفع من شانهم. فهمت كيفاش؟ مش باش تخليهم معناها يعيشوا بالكدا، معناها هذا التوانسه فهموه. راهو كي نقولوا التوجهات الراسماليه راهي تبدا من التاكسيست هذاك، معناها قطاع خاص، والعطار قطاع خاص، الناس بدات تفد من القطاع العام لانه ما يخلصش بالكدا ومسمار في حيط. صحيح يحقق الادنى، لكن ماهوش معناها مش بتاع مستقبل لواحد، لا ينجم يعمل دار، لا ينجم يعمل كهرباء، لا ينجم يعيش بالكدا، لا ينجم يسافر. هذا التونس بداوا يفهموا فيه. فهمت كيفاش؟ ولا هذا فيما يتعلق بالموضوع السياسي. واحنا نحكيه على المشهد السياسي في تونس، باش ناتي بعجاله ربما على تقييم نشاط رئاسه الجمهوريه ومخرج بعد الزيارة الأولى اللي أداها لفرنسا واللي تعتبر الزيارة الأولى الرسمية لرئيس الدولة. أنا لاحظ لك اللي وانه في 17 جوان قبل ما تتم الزيارة صار ملتقى صيني أفريقي افتراضي، حضروا فيه رئيس نتاع الجزائر ورئيس مصر ورئيس السنغال ورئيس
معناها جنوب افريقيا والامين العام للامم المتحده، الرئيس ما حضرش. علاش ما حضرش ولا مش عارف؟ معناها احدى القوى الاقتصاديه في العالم برنو بادير لا بروميير، معناها ربما هي الاولى اقتصاديا في العالم، هي الولايات المتحده الامريكيه. كيفاش انت تفلت معناها لقاء كين هكا وربما تعطي مقترحات وتاخذ كلمه وتعطي كلمه وتكون لك معناها مناسبه طيبه باش 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 تتواصل مع الرؤساء؟ معناها بصراحه معناها فما حاجات معناها عجيب وغريب قاعد نشوفه في الرئاسه بصراحه، حاجات مش مفهومه. معناها انا نمشي لفرنسا متفاهمين، اما اولى معناها انت امورك افريقيا وجيرانك والاقتصاد نتاعك على لون تيرم، فرنسا متفاهمين مهمه، لكن زيادة افريقيا اهم والصين اهم، فهمتني ولا؟ الصين الامكانيه نتاع باش نجم تمولنا 75 مره قد الامكانيه نتاع الاتحاد الاوروبي كله، مش فرنسا، الاتحاد الاوروبي. الصين تنجم تمولنا 75 مره وقالته، معناها قالتونا هذا، معناها فيك ديكلاراسيون قالت لنا جوج كبيره باش نعاونكم. معناها رئيس جمهوريه ويمثل الخارجيه معناها تغيب على هكذا معناها موعد، بصراحه معناها خيبه امل ورا خيبه امل بصراحه. مع احترامنا للرئيس نتاعنا، معناها التو كل ما نقولوا لا هاو الامور باش تعلى هاو توا باش تشد ثنيه هاو توا باش راهو التو ما شفنا شيء بصراحه. ربما تتالي هذه الاخلالات او الهنات ما يعتبرها البعض هذه الهنات اسبابها كان نجم نخفوا عليها. اول سبب نتصور ومتفقين عليه العباد هو معناها الناس اللي دايره به، معناها اختياره المستشارين اللي دايرين به. ما يبدو رئيس الديوان نتاعو معناها شخصيه معناها متكونه في القانون، لكن تخرج بالقانون معناها ما فما شيء سوء اختيار ربما من رئاسه الجمهوريه في هذا الاطار. شوف توا رئيس الجمهوريه ومختص في القانون، زوجته اللي هي المفروض كيف تقول له، معناها الزوجه راهي معناها الراجل ياخذ كلام زوجته يسمعهاش تقول فماش ملاحظات فماش هنات كذا، هي مختصه في القانون، رئيس ديوان مختصه في القانون، المستشارين الاخرين مش مختصين في القانون كما ستالين ولا لينين، معناها نظره للامور معناها اللي عليها الدهر وشرب. هذا الاتحاد الروسي تكسر والصين بدلت وقعدت في العالم مجمع، كان كوريا الشماليه معناها عندها نظره يساريه للدرجه هذه. خويا انت شنو اللي تحب تجيب لنا حاجه اللي ماتت وشبعت موت؟ معناها بصراحه معناها مشك معناها مستشارين بدرجه اولى، انه رئيس ما يجيبش في كل شيء، ما ينجمش يفهم كل شيء. كي تجيب انت مستشارين دايرين بيك معناها عندهم قصر نظر، معناها مش باش يفيدوك، ما يفيدوكش انت دونك ما يفيدوش البلاد. الى جانب نشاط رئاسه الجمهوريه اليوم، نحكي ربما على دور مجلس نواب الشعب وما يشهده أروقة البرلمان من تطورات خاصة في الآونة الأخيرة، خلينا نحكي وخاصة بعد جائحة كورونا. هل نحن اليوم في حاجة لتسليط الضوء على دور نواب مجلس نواب الشعب، من اختارهم ومن صوت لهم الشعب واختارهم للحديث أو للمواجهة ربما القضايا عوضا عنهم؟ اليوم كيف يمكن أن نقيم أداء مجلس نواب الشعب وخاصة النواب؟ والله مجلس نواب الشعب عموما مردوده دون المتوسط، لكن هذا ما يعنيش وانه فما في وسط ناس قاعده تحاول باش تخدم، لكن فما شكون زاده في المقابل شكون يعطل فيهم. وهنا باش نفهم موضوع تاع التعطيل، باش معناها نقوله لك ملاحظات اخرى فيما يتعلق بمجلس النواب، معناها فما خيبه امل كبيره. فما خمسه من الناس معناها صوتوا ضد المشروع نتاع طلب العفو من فرنسا للجرائم اللي عملتها. الاعتذار. يشوف فرنسا اللي عملت. فرنسا عملت برشا جرائم. فرنسا كي دخلت راهو التوانسه راهو ما قبلوهاش، راهي صارت حروب في صفاقس، في قابس، في القروان، في الساحل، ما قبلوهاش في الكاف. راهو الفرنسيس ما جاوش بالاحضان. راهي صارت نزاعات. راهو صفاقس قعدوا عامين باش دخلوا لها. راهو كي البقعه يدخلوا لها ينهبوها يسرقوا معناها جاوا السراق. معناها جاو يسرقوا تونس، معناها ضحات باولادها بدماء اولادها. انا حكيت المره اللي فاتت كنت اتذكر سنه 52 28 جانفي 52 فما فيلق من القوات معناها الاجنبيه نتاعهم، معناها عندهم معناها لي جون اترونجير، سيبوها في احدى الاماكن في تونس، قتلت واغتصبت عملت ما يتعملش. حتى الفرنسيس هما بيدهم الاساسيين من فرنسا تكلموا قالوا يزي وقفوا، راهو الشيء اللي عملته، راهو الشيء اللي عملته فرنسا راهو ما يتعملش. مارست بشعة وقت الاحداث نتاع بنزرت تلمو ماتوا عباد، اش عملت؟ هزتهم بالتراكس بالتراك توبيل، حطتهم على الـ على الـ على الـ
على معناها البوارج خرجتهم ورباتهم في البحر باش ما يظهرش اللي هما ماتوا برشا ناس. معناها الرئيس يقول لا مش استعمار ماهوش احتلال معناها حمايه. شو الكلام هذا بصراحه؟ معناها بعاد ياسر على بعضنا، بعاد برشا على بعضنا. اين البرلمان من هذا؟ البرلمان قبيله قلت فما خمسه من الناس صوتوا ضد مش احتفظوا. والله يعني عده اسباب نفهم تحتفظ ولا نفهم صوت ضد. انت شكون معانا ولا معاه؟ انت مع شكون؟ انت معانا ولا معاه؟ فما وجوه من خمسه دول ما كانوا في السجن، مين عندهم يعملوا في؟ فما واحد منهم قام قام وباش يخرج يغادر قاعد يشوف في الريزلتا. هذا ديجا عنده قضايا، عنده 10 11 قضايا ضد الدوله، معناها نهب من المال العام، المفروض كانوا في السجن. بصراحه المواطنين كيشوفوا هكا شحبهم يعملوا؟ شو يتحبهم يعملوا؟ وناس تنقز على التواول وناس معناها تتوعد في بعضها، ضربت بونيه غاديكا. بصراحه معناها لازم معناها يد من حديد، يد قويه، معناها الناس هذوما تردحهم. فهمت كيفاش؟ معناها القانون لازم يكون والديمقراطيه لازم يكون عندها النياب ومخالب باش الناس هذوما تردحهم. هذا ردي على مجلس النواب. تحدثنا على مؤسسة رئاسة الجمهورية. بربي سمحني مجلس النواب، فما موضوع ثاروه. الموضوع هذا معناها مشروع معناها في غلق، سمحوني في السادة المشاهدين، غلق معناها الأماكن تاع الدعارة المنظمة. هذا يرو أنا ملك. نطلب اللجنة اللي عملت هذا يصير سماع المسؤول على القطاع هذا في الأمن قبل الوقت، لأنه كيف باش نسكروا المكان هذا يلزم تخمم الناس هذوما ويمشي يمشيو. ويمشي يمشيو إيش معناه ويمشي يمشيو؟ أنا نذكر معناها السادة النواب اللي عملوا الاقتراح، وأنه العباد اللي يخدموا غادي راهم ما جابوش وحدهم، راه جابهم أذون قضائية. كيفاش؟ معناها القضاء كيف يلقى أحد الأفراد متورط في قضايا من نوع هذا، شد مرأة ولا فتاة متورطة في قضايا من نوع هذا زوز ثلاث مرات، يعرفها مش بتركح، شو يعمل؟ ولي يحطوها غادي وفي تحت الرقابة وما عادش تخرج، وفما معناها رقابة صحية حتى ما الأمراض ما تسيبش في ما تسيبش في المجتمع. حيث احنا لازم نخمو مع غلق الأماكن هذية، لازم التخمام في الناس هذوما مش يمشيو كم سايبهم في الهواء الطلق باش يوليو يشتغلوا برا. عندها انعكاسات كبيرة على المجتمع. بطبيعة الحال معناها نلفت نظرهم هنا الموضوع هذا قبل ما يمشيو فيه، يعيطوا زوج ثلاثة مسؤولين في القطاع هذا باش يسألوهم حتى ياخذوا الاحتياطات باش ما يخليوش الامور معناها تخرج على السيطره. واضح سيد العميد. ربما نحكيو الان على مؤسسه رئاسه الحكومه، نعود بالحديث على اداء رئيس الحكومه الياس الفخفاخ، وخاصه في ظل ما لحقت به في الاونه الاخيره من شبهات تضارب مصالح، من شبهات فساد حكومه ينادي البعض باسقاطها او الاستقاله، تطورات كبيره في الاونه الاخيره. كان ربما نرجع على تقييم اداء رئاسه الحكومه، ما نتحدثنا على مؤسسه رئاسه الجمهوريه والبرلمان. شوف الحكومه ككل فيها جوانب خدمه الجداء. نعم. كما جانب تاع الصحه، معناها الجوانب الصحة العمومية وحتى الصحة الخاصة خدمة مليح مليح. وانا نتساءل انا علاش وزير الصحة ما تمش دعوته وشكره من طرف رئيس الجمهورية، وبرا هو تابع حزب النهضة، شو المشكل فيها النهضة؟ هذا الى جانب بتبيع كامل الاطار الطبي والشبه الطبي اللي كانت عنده مجهودات كبيرة. انا رئيس الجمهورية نستدعي الوزير، نستدعي من ثلة من الناس اللي خدموا بالاخص السبيطارات اللي هو تم تخصيصهم للامراض هذيك كما سبيطار ريانا، الناس المحيطين بالوزير اقل ما يمكن تقديمه في مقابل المجهودات الكبيره اللي والتضحيات اللي قدموها الناس. فما ناس قاعده تمشي ما عندهاش علاقه بالطبيعه، تحيه ليهم الناس الكل. بون احنا شكرناهم في العديد من المناسبات، لكن لازم انا السلطات الرسميه تعيط لهم. علاش ما تعيطلوش؟ انت راك معناها رئيس تونس الكل، ما عادش رئيس جزء من تونس. احنا نبهتوا كيف انا قلت في السابق كيفاش معناها التغييب معناها حزب قلب تونس. شنو معناها تغيب حزب قلب تونس؟ علاش؟ عقل تونس راهو استدعى راهو صوتوا له ناس. معناها انت راك تغيب من المواطنين، غيبت جزء معناها ثاني اكبر خزان من المواطنين من تونس. معناها هذا مش باش نساهولك بالحيث الاسلوب هذا ماهوش طيب. دونك نرجع لك رئيس الحكومه، رئيس الحكومه كشخص هو انسان طيب وكذا، لكن هو سي نوم دافير، هو ما حبش ينسى معناها لافاريت نتاعو، ما حبش يسيبها. بون تنجم تكون عنده الحق، شنو عنده الحق، لكن عليك انت تشد الافاري نتاعك وخلي المهام السياسيه لغيرك. هو حتى نلخص في جمله الحاجات اللي تقلق، كي تبدا انت مسؤول في الدوله وفما عندك انت معناها القطاع الخاص نتاعك قاعد ينشط، كيف تجي مناقصه للدوله؟ انا نولي نعرف انه اللي اعطى اقل سوم
وشريكتي انا تنقص اقل بشويه وتربح هي، معناها حتى كان هذا ما صارش التونس مش يقعدوا شاكين في هذا. حيث اليوم كما ذكرتك قبيله معناها يفو اريتي لا كاس، معناها رئيس الحكومه بكل صراحه يلزمه معناها يتم معناها تغييره باش الامور تخدم. عايش يخدم راهو عايش يخدم. ثم معناها اضافه للملفات تاع الصحه العديد من الملفات ما مشاتش كيما الامور الاقتصاديه. انت كنت تذكر مجرد توزيع معناها العهده الماليه اللي تعطات تاع 200 دينار معناها كيفاش الفوضى اللي صارت فيها. ثم تصريحات اخرى من العديد من الوزراء من الامور ما مشاتش من الاول. نذكرك في تصريح وزير الدفاع معناها اش قال على الجانب الرسمي على السراج، قال ميليشيات تاع السراج خلينا وترنا معناها الجيران نتاعنا. كيف تصريح نتاع وزير الخارجيه كيفاش حكي على التونس الاجانب. قال رئيس الحكومه في حادثه بخصوص الوظيفه العموميه والاجور واثار ضجه كبيره بالضبط من قبل الطبقه الشغيله خاصه في تونس. شوف الامور ما مشاتش بصراحه، وهذه على شكون يتحسب؟ لانه رئيس الحكومه ماهوش فما حزب فايز، هذا يتحسب على رئيس الجمهوريه. المفروض كي جيت انا في بقعه وانا استقيل، انا جبت الحكومه وانا جبت رئيس الحكومه، ما الامور ما مشاتش وديباسمون وفما شبهه نتاع ربما سرقه وكذا، انا رئيس الجمهوريه جبت وانا نبعد نستقيل. مي احنا مازلنا ما وصلناش للمجال هذا. هناك ربما بعض الاصوات اليوم اللي تنادي بربما التريث وانتظار تحقيقات وانتظار حكم قضائي بالنسبه لرئيس الحكومه، اعطاء فرصه ربما لرئيس الحكومه معناها ما جدوى مثل هذه. انا مع هذا لكن هل هو بامكانه باش ينجم يخدم في الفتره هذه؟ باش ينجم يهز الهاتف ولا يخاطب حد معناها يقول له انت شبيك عملت تجاوز وكذا؟ ما ينجمش، لانه التوانسه هذا لسانهم طويل، طول باش يكلموا يقولوا لا انت شوف روحك قبل. وبصراحه هذا الاشكال، يعني هو ما عادش يجم يكتب اليوم، ما عادش يجم يكتب، فهمتني؟ ما عادش يجم يتعامل مع المسؤولين، ما عادش يجم يلوم المسؤولين. دونك المفروض القوى السياسيه في تونس ونقصد انا بالاحزاب الزوز ثلاثه الاربع احزاب الكبرى تخموا من توا شكون باش يجي، مش باش معناها نخليه حتى معناها يجينا حد اخر مسقط معناها كيما صار معناها في الـ في الـ في التعيين هذا. هاي توا قاعدين نسمعوا في يحبوا يعينوا امراه، ايه باهي امراه سي بون نمشيو معاك امراه، يعني ما يخلي مجلس النواب يعينها، علاش تتعين من غادي وتجي ونعاود وبعد شهرين ثلاثه تعاود تطيح الحكومه وتقعد ناس تستنى؟ هذا معناها الوضع في تونس اكيد ما عادش يحتمل ربما مثل ما عادش يحتمل، ما عادش يحتمل. ويلزم رئيس الجمهوريه يخلي مجلس النواب يخدموا، يخليهم يعينوا ويتحملوا مسؤوليتهم. احنا حشنا بالنهضه باش نشوفوا النهضه وقلب تونس والاحزاب الاخرى باش نحاسبوهم، شكون باش نحاسبوا احنا غدوه؟ كي الحكومه ما تنجحش شكون باش نحاسبوا؟ نحب نحاسب النهضه يا اخويا غدوه النهضه ما تنجحش انا ما عادش نصوت لها، نجحت انا نعاونها ونصوت لها. قلب تونس انا ما عادش نصوت له، تعرف شلم قلب تونس معناها اللي معناها تبقى الافكار نتاعو قلب تونس معناها سي دو جامي في معناها الاعداد نتاع الاصوات اللي لمهم معناها شكون باش يقولوا له قلب تونس؟ يقولوا لا شكر الله سعيكم ولا انت ما جربناكش ما عادش ترجع؟ ما يلزموا نسمعوه ونعطيوه فرصه باش يمارس النفوذ نتاعو باش يمارس السلطه ونشوفوه نجح ولا، وكان نجح نعاونوه وكان ما نجحش نقول له سامحنا. يعني اليوم انا مسؤولين مسقطين، انا مش عارفين شكون يحكم في البلاد وباش تقعد هكا متواصله. وهذا مع الاسف متسبب فيه شويه رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه لازم مطالب سيد رئيس الجمهورية مطالب باش يخلي مجلس النواب يتحملوا مسؤوليتهم، مش احنا نلقاو كي سانكسيوني اون فيو سانكسيوني، احنا نحبوا حزب من الاحزاب ولا اثنين وثلاثة نسانكسيونيهم، ما نجحت امور مش شفت قدام ما عادش نصوتوا لك، اليوم ما عادش ما نصوتوا، شكون باش نسانكسيونيو؟ توا هذا الفخفاخ باش يمشي على روحه، باش يجي وقت باش يمشي على روحه، اي نجح ولا ما نجحش شكون باش نسانكسيونيو؟ رئيس الجمهورية، فهمتني؟ ما فماش حزب بصراحة اللي احنا باش نحاسبوه. لابد من تحديد ربما الجهات المسؤوله حتى تتحمل كل مسؤوليته سواء في النجاح او في الفشل. واضح سيد العميد، احكينا على الوضع السياسي اليوم بما معناه شاهدناه من نزاعات اختلافات من صراعات، حكينا على تطورات يشهدها العالم كانت انعكاسات كبيره على تونس، هذا الكل اكيد عنده تاثير على الوضع الاقتصادي في تونس، واليوم نحكيه على وضع اقتصادي ما بعد جائحه الكورونا وحالة الانكماش الاختراب والركود اللي شهدها، وخاصة نحكي ربما على القطاع الاقتصادي اللي يعتبر من أهم الأقطاب بالنسبة للاقتصاد أو الأقطاب التنموية لاقتصاد القطاع الاقتصاد.
هل هناك اليوم يمكن الحديث عن حلول ناجعة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والقطاع السياحي خاصة بعد تأثره بجائحة كورونا؟ باهي فما ملاحظة ما قلت لكش على اللي فيما يتعلق بالأمور الداخلية بعجلة لو تسمح سيد العبيد خاطر الموضوع الأمني التوترات اللي قاعدة صاير في تونس بتقعد متواصلة حتى سبتمبر. ليش حتى سبتمبر؟ لأنه علش. لأنه في أكتوبر فما انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه بايدن اللي هو تابع الديمقراطيين جاي بقطع حثيثة، معناها تفوق كبير عنده باش يتعدى أولما باش يتعدى باش ياخذ بقعة ترامب. وبالتالي معناها الأكس أو مجموعة الدول اللي كانت معاملة على التغيير الأنظمة اللي هي مستها معناها الربيع العربي بما فيهم تونس باش يولي يمضمضوا بالدونت فريز، لأنه بايدن ديمقراطي وبالتالي باش ياخذ السياسة هذه نقولها لبعض السياسيين في تونس باش يعرفوا شنو فما السياسة اللي هو مشى فيها باراك أوباما باش تعاود معناها ياخذها هو، اللي هي فيها الانفتاح وفيها الحريات وفيها معناها الانفتاح البلدان نتاع العالم الثالث ويمارسوا الحريات، ما عادش معناها يجي شخصية متصلبة ومتسلطة معناها تجي تحكم البلدان هذيا، معناها باش نرجعوا من هنا لأكتوبر إن شاء الله المشكل باش يتفض، بقى نستحملوا شوية معناها الناس معناها اللي قاعدين يشوشوا لأسباب مختلفة، دونك من هنا لأكتوبر الأمور باش تتصلح. نرجعوا للوضع الاقتصادي في تونس. شوف الوضع الاقتصادي هو ساعة فما فيه محرك أساسي هو السياحة، نعطيك أنا ملاحظة في السياحة. السياحة ماشية وتنقص، لكن احنا عندنا بنية تحتية في السياحة تبنات مازالت صالحة 20-30 سنة أخرين. لازم نخمو رغم الظروف الصعيبة بيجي فيها السياحة كيفاش معناها نخدموهم الناس هذوما. فما عندنا التروزيماج معناها الناس المتقدمين في السن من بينهم الاتحاد الأوروبي معناها يلوجوا باش يعديوا بقية حياتهم في أماكن سخونة. هنا نجمو نقبلوهم احنا في الوتلة هذيا معناها، ومع الدعم الصحي اللي عندنا معناها المنظومه الصحيه اللي عندنا معناها الاطباء تكون موجوده يسكن في النزول هذيا، النزول معناها تخدم ومعناها ونمر بعشرات الالاف هذوما راهو باش يكونوا موجودين على طول، حيث احدى القطاعات هذه لازم الدوله السامبليك في الموضوع هذا تشوف مارشيات في 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 اوروبا في ايطاليا في اسبانيا في البرتغال في المانيا في فرنسا في بريطانيا. هل هذا ممكن في ظل ما تشهد البلاد من وضع وبائي خطير ربما؟ لا مش خطير في تونس، مش خطير في تونس. تو الشيء اللي سمعوه على المنظومه الصحيه هنا في تونس، احنا ما انا سامحني باللغه تاع الكوره ما كوروش معنا لا بريطانيا ولا المانيا ولا فرنسا، احنا من المستوى تاع الصحه اللي وصلنا له هذوما كان ما نتخرج ببليجيتي انا والناس هذوما الكبار تجي يجريوا تونس كلها تجي تصب هنا في تونس. يعني الوضع الصحي اليوم يبعث على الطمأنينة. صحيتك يبعث على الطمأنينة. منظومة صحية ممتازة، منظومة معناها سياحية وبنية تحتية في النزل وفي المستشفيات وفي على الأقل المستشفيات الخاصة معناها الكلينيك معناها ممتازة، هذا نجمو نستغلوه باش نحنا نتعداو المرحلة نتاع راهو تحب لنا سنوات معناها ما يستقيمش الوضع بالنسبة للسياحة. هذا موضوع الأولين. موضوع ثاني كيف يزم الدولة تنتبه اللي فما مناسبات كيما السباقات نتاع السيارات والدراجات النارية وحتى الشاحنات تعد بالعشرات بل بالمئات، علاش ما يتعملش مضمار معناها بيست نتاع كورس ونولي ونجيبوا فيهم الناس هذوما؟ تعرف فما سباقات تصير يحضروا فيها بالمئتين ألف، المئتين ألف يجيوا ثلاثة أربع أيام قبل يحضروا معناها تحذير سباقات تحذيريه، زوج ثلاثه سباقات تحذيريه في الاسبوع باش معناها يتكلاساو في السباق الاخراني معناها اسبوع كامل. معناها تصور معناها عشرات مئات نتاع سباقات يعني تحويل الوجهه واستقطاب انواع جديده بالنسبه الدوله مش فيها. معناها تو وزير السياحه هذيا هو زاد هو بيده متورط في 20 مليار، شو الحكايه دي؟ حين يجيبوه باش يعاون معناها يولي هو يهز وكذا، معناها بصراحه ان شاء الله تطلع الموضوع هذا غلط اللي قالوه على وزير السياحه، لانه مش تولي عاده تولي معناها حكومة تجي في عوض باش تخدم تولي هي معناها تغنى في روحها تغنى في مصالحها. أكيد إن القضاء هو اللي حدد مسؤولية طرف عن آخر. آخر ملاحظة فيما يتعلق بالاقتصاد. عندك مزيد بالنسبة للوضع اليوم الاقتصاد. علميا تبين بالكشف أنه عندنا مائدة مائية في الجنوب، في الجنوب التونسي وفي الجنوب الجزائري وجزء من ليبيا، مائدة مائية تعد ب 30 ألف كيلومتر مكعب، 30 ألف مش متر مكعب، كيلومتر مكعب. هذه تروي الاتحاد الاوروبي لعده سنوات. هذه كنا احنا قبل خايفين المياه هذه حين ما نجبدوها ما عادش تتعوض. تبين بالكشف وانه احدى السنوات الفارطه تعوضت ب 4.3 كيلومتر مكعب. معناها قاعده تتعوض. دونك يلزم الدوله تخمم في استغلالها.
علاش ليه معناها ما تعملش بيارة معناها آبار عميقة وتم استغلالها حتى في الزراعات الكبرى، واحنا عندنا برشا بطالة، معناها فما إمكانية تاع باش نصدروا العديد من 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 المواد الفلاحية، بما أنه الماء باش يتوجد بصراحة. الدولة عندها يلزم تحضر الميدان وتخلي الناس تخدم كيف كيف. إلى متى علاش ما نجيبوش المؤسسات المانحة المالية تتعامل مع المواطنين مباشرة؟ اش دخلك أنت كدولة؟ أنت اش تعمل؟ شنو الرول بتاعك دولة؟ أنت تضمن في الناس؟ احنا عندنا قربت ما قربت باش يعملوا مليون عطل عامل حاملين شهاد. الناس هذوما انت موش من مصلحتك باش تخدمهم في الوظيفه العموميه، وما عندكش باش تنجم تخدمهم في الوظيفه العموميه. عطيهم خليه ياخذوا، خليه ياخذوا قروض من عند المؤسسات الماليه واضمن فيهم انت. والقروض تعطى عن مراحل، معناها كي تشوف تقدم في المشروع تكمل له. انت جاي طالب 100 مليون 200 300 مليون، انا دوله نضمنك، انتم زوج ثلاثه من الناس تاع المشروع تفضل انا نضمن فيكم. يعني كان مش نقعدوا براجيب تيتر وبراجيب كذا ضمان، مش بصير مشاريع في البلاد. أنا نرى وهذا يزمو يتعمل، هذا يزمو يتعمل، الدولة يزمها تضمن في الناس. وبرا يا سيدي فما شكون فشل في المشروع متاعه ولا كسرهم الفلوس، إيه ما نسكروش على الباقي، يلزم الدولة تكون ضامنة، وهذا رو موجود في بعض الجيران متاعنا، موجود حتى في الجزائر، تكون ضامنة في بعض المشاريع اللي إن شاء الله تكون ناجحة، وهذا هو اللي بشي يقوي بلادنا. موش بلادنا مش تتقوى بالمئتين دينار اللي تعطات، واللي خص المواطنين كي يسمعوا معناها ايش 40 مليار معناها تصرف على الزبله وهم ياخذوا في 200 دينار، والاخر معناها مشكل نتاع 20 مليار نتاع السياحه. بصراحه معناها فما الامور ما تقبلش بعضها بصراحه. يلزم انا ننظر بناسنا وننظر بشعبنا، ومش مش نقعدوا كيف في الحاله هذه، معناها يلزم ننظر بهم بصراحه. شكرا لك سيد العميد، حكينا على الوضع السياسي، حكينا على الوضع الاقتصادي، كل هالتطورات هذه أكيد كان لها انعكاس كبير. وهنا باش نختم معك في النقطة الأخيرة للقائنا اليوم، نحكيه على قطاع الإعلام. اليوم ما نشهده في الأونة الأخيرة من ما يراها البعض محاولات التضييق على بعض المؤسسات دون غيرها، في حين أنه يقابل ربما دعم مؤسسات إعلامية أخرى، هل يمكن أنه اليوم القول على أنه القطاع الإعلامي في علاقة بالتأثيرات وما تشهده الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية؟ باي أنت ما تنساش اللي وهذا قلت منه جزء، اللي 5000 سنة وين البشرية بدأت تتنظم في شكل مجتمعات، كانت الأديان أو السلالات الملكية والإمارات والسلطنات هي كانت تحكم في المجتمعات. أحيانا يبدأوا الزوز، معناها يتلقاوا الزوز بالأخص في أوروبا في القرون الوسطى هم الزوز اللي حكموا. هذا حد لوقتاش حتى 3-400 سنة لتين، وين صار تصور في فرنسا كانت مناسبة في إنتاج أول دولار، هذا قلته في السابق. منظومة الحكم اللي جات جديدة علاش تركز على جوج حاجات، تركز على التمويلات، تركز على الإعلام بدون أخلاق. ليش بدون أخلاق؟ لأنه الناس هذوما ناويين باش يصدموا على بقية البلدان ويفكوا، باش يفكوا، فهمت كيفاه؟ وهذا صار، معناها صارت العديد من الاحتلالات بعد الثورة الفرنسية، صار احتلال العديد من الأمم. دونك الناس اللي هما في يدهم الحكم اليوم يحكموا بالمال، يحكموا بالإعلام، ما يحبوش الأخلاق، والأخلاق موجودة في الأديان. دونك الناس هذوما قاعدين يضربوا، عندهم مدة طويلة يضربوا في الأديان، ضربوا اليهودية، ضربوا المسيحية، وضربوا الإسلام. فما العديد من التوانسة تسمعهم يقولوا احنا ما نحبوش الخلط ما بين الدين والسياسة. اش معناها بين الخلط بين الدين والسياسة؟ اليوم كان رئيس الحكومة الحالي وإلا معناها الوزير تاع السياحة كان جاي يطبقوا في المعاليم تاع الدين بتاعنا، راهو ما يمسش متاع غيره، راهو ما يهزش. معناها في النهاية المطلوب الناس هذوما ما يحبوش معناها واعز أخلاقي. فهمت كيفاش؟ واعز أخلاقي ينحيوه. لواه باش ينجموا هما يمارسوا ضغوطات ويعملوا شو يحبوا. وزاد نذكر من 2001 ضربات تاع 11 سبتمبر اللي هي مفبركه لليوم قتلوا 20 مليون مسلم، باش ينجموا يحتلوا ويفكوا، عملوا في العراق وعملوا في افغانستان وفي اليمن وفي سوريا. بعد الناس هذوما ما يحبوش الاخلاق، والاخلاق موجوده في الجانب الديني. نرجعوا للهيكا، حينما تعينوا الناس هذوما في الهيكا شكون عينهم في 2011؟ الناس اللي جات خافت على الثوره هذيا لا تخرج على السيطره. العديد من وجوه تعينوا هما من الناس اللي يكرهوا الدين ولا ما يحبوش الأديان، اليوم هما موجودين. أنا نفكرك أنا الهيئة هذه ماهيش دستورية، جات قبل الدستور. ثم أنا استغربت تمشي تنفذ باش تحجز بدون إذن قضائي. إحنا أنا مش نجادلك في القرار، نعم، برا خذ إذن قضائي.
وكيفاش السلطة التنفيذية الأمن والحرس ينفذ أمر ماهوش جاي من القضاء؟ هذا محجر عليهم راهو، هذا محجر على الوحدات الأمنية باش تنفذ قرار ماهوش صادر على القضاء. أنت عندك مشكل مع مؤسسة إعلامية، من حقك باش المشكل ذي تطرحه؟ هز ارفع القضاء وقول هاي التجاوزات وخذ إذن عن القضاء ونفذ على روحك. هل أنه اليوم أصبحنا نعيش في ظل تجاوز كبير اليوم للقانون، ربما في ظل تصفيات حسابات يمكن أن نطلق عليها مثل هذه التصفيات؟ أول ملاحظة، أنا سمعت طوال البيجي بتاعهم مئات الملايين ماشي في استيلوات وفي مدرشنو، وإحنا نشوفه في التوان سعرية وحفاية شيء يوجع القلب. أنا في البرد معناها هذا ما قالش بي ربي في نيولا. دونك شنية هذه السلوك هذا؟ إيش معناها؟ إحنا توا يجي نحطوه ولا يدبور بناس تدبور في المجلس النواب وناس تدبور في الهيئات؟ خويا وينهم مش نواب ما حلوها الهيئة ذي وانتخبوا ناس معناها رزان وبعقولات، رزان وبعقولات. توا أنا سلت علاش بعض القنوات ما خدش ترخيص، قالك إحنا نطمع بجات شو على كيفك هو في دارك أنت يا أخي؟ شو اللعبة ذي؟ شو هذا السلوك هذا؟ نزيد نرجع لك، تونس يزم فيها ديمقراطية لكن عندها تكون مخالب ويد قوية باش تحميها. اليوم ما فماش مخالب باش تحمي الديمقراطية، ما نتراجعوش على الديمقراطية نتاعنا وما نتراجعوش على الثورة اللي عاونت معناها عملت الكثير، لكن لازم مخالب باش تحمي الديمقراطية. اليوم ربما يلزم الانضباط للقانون ولا للدستور في تونس. شكرا جزيلا لك سيد العميد هشام المدب مختص في الاستراتيجيات الأمنية، شكرا جزيلا على الحضور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، نلتقي في مواعيد لاحقة، تصبحون على خير.